الآن مشاهدينا رح نأخذكم مع جولة مع زميلة سالي سعيد وأخبار السوشيال ميديا. صباح الخير سالي. صباح السعادة والجمال والبرغند الأنيق يا جرازيلا. صباح النور يا سالي. لما صدف ليك نهار الثلاثة كنا عم نحاول نقنع مهران يلبس اللون، تخلف مهران وأنا محض الصدفة اليوم وتذكرتك قاعدة عم بلبس السترة، إنه اللي حكينا مع سالي عن البرغندي أو العنابة ولبسته للون بقى. الظاهر أنت اقتنعتي بس في ناس ما اقتنعوا. بعض كنا عم نحكي بعض صباحا مع دكتورة جيهانة عن يلي بيتقدموا بالسن ومع التقدم بالسن بتزيد إذا بدك نسبة العناد، يبدو مهران مبلش فيها بسن مبكر. جميل جدا. إذا هل كانت لكم لفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو جولة خذيتوا فيها خبر كذي لفت نظركم؟ قول أنا وهلا شو ما قلت أنا مهران رح يوافق صح؟ هاتي طيب. صراحة أكثر شيء مركزة على تفاعل الأكثر من إيجابي يلي عم بلاقيه النجم قصي خولة، والتعليقات يلي عم بتكون جميلة جدا جدا، لأنه رح يكون طبعا مقدم برنامج من سيربح المليون على تلفزيون دبي، وأولى الحلقات رح تعرض يوم الاثنين الساعة 10:30. سعيدة ومتحمسة بالوقت نفسه لأنه كان إلي مشاركة بالبرنامج، يعني كنت ضمن طاقم الفريق يلي اشتغل على البرنامج، بقى كتير مبسوطة بالآراء الإيجابية يلي عم تجي قبل عرض أول حلقة، على أمل أنه طبعا مع عرض أول حلقة تكون بالفعل الآراء على قد كلنا متحمسين نشوف هذه التجربة الجميلة ويمكن الأولى من النجم الكبير قصي خولي بمجال التقديم. نعم. أكبر التحايا عبر دبي هذا الصباح. في جعبتي الكثير من الأخبار أكيد. لذلك خلونا نبدأ. تفضل. شو رأيكم؟ تفضل. إذن مشاهدينا مثل ما عودناكم بناخذكم في جولة نتابع فيها أبرز الترندات المحلية والعالمية وكل ما يخص مدينة دبي وكل جديد في عالم مواقع التواصل الاجتماعي. قصة حصة، تسجيد حي لرؤية الإمارات الطموحة لمستقبل الإنسان، يرويها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وهي رؤية مبنية على أسس التنمية وضمان الحياة الكريمة وهوية واحتياجات شعب دولة الإمارات. نتابع مقطع من هذه القصة التي سردها سموه في جلسة بعنوان التوجهات في ملف التعليم والتنمية البشرية والمجتمع خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024. اليوم أريد أشارككم قصة عن المستقبل اللي نتمناه. بعرفكم على الحصة. كل يوم الصبح تجتمع حصة مع عائلتها للريوق، نشوفها مع يدها يدتها أبوها وأمها أخوانها وهي تصب عليهم الكهوة، واللي تمت زراعتها وتحميصها في مزرعة عمودية قريبة من بيتها. أختها عاشة تشاركهم اليمعة بالهولوغرام من الصين، لأن هناك تمثل دولة الإمارات في مؤتمر عالمي للحفاظ على الطبيعة. بالنسبة للحصة وعائلتها، التواجد مع بعض كعائلة كل يوم شيء مهم وضروري لهم كلهم. مهما كانت ظروف العمل أو الحياة، ما يفرطون بجمعتهم مع بعض. مثل ما تحرص على وقتها مع العائلة، حصة تعتبر التعليم نشاط يومي بالنسبة لها. فضولها دائماً يخليها تتعلم من الناس والأنشطة اللي حولها. بعد خروجها من البيت، قبل ما تروح لشغلها، تمر على ميلة سحارتها. تتلاقى فيه مع يمعة من الطلاب المتواجدين فيه كجزء من مادة الدراسات الاجتماعية في المدرسة، وهم يتعلمون عن تاريخ الإمارات من هنا. وهي في الميلس حصة تسجل نفسها في ورشة عمل عن الروبوتات التي بيستضيفها ميلس الأسبوع القادم، قبل ما تركب نظام النقل الأخضر في المدينة للوصول إلى دوامها. حب حصة التكنولوجيا خلاها تنضم إلى شركة ناشئة في هذا المجال. اليوم في دوامها الفريق يختبر آخر منتج لهم مع عملاء جدد، وهو منصة صحية تعتمد على تحليل البيانات الجينية بأحدث نظم الذكاء الاصطناعي. شغفهم مساعدة الغير وخبراتهم الفنية وانفتاحهم على التعاون يخلي عملهم له معنى أعمق ومثري للفريق كله. قبل ما تطلع من الدوام
ذكرها نظارتها الذكية المعززة بالواقع عن مهرجان الفنون اللي بيصير في حارتهم. في المهرجان حصل زور المعرض اللي اشتغلت عليه صديقتها من الجامعة. بعدها تقابل جيرانها الجدد من اليابان وتعلمهم كيف يطلبون من الدكان بلهجتنا. وهي تمشي للبيت تشيك على بيانات صحتها لهذا الأسبوع، تخطط لبعض التمارين وجلسات التأمل للأسبوع القادم. بعد ما توصل حصة بيتها تبدأ تفكر في مستقبلها، تستذكر مسؤوليتها تجاه الجيل القادم من عائلتها. طموحها هو تعليم الجيل القادم عن التقاليد اللي تتمنى الحفاظ عليها، وهم يرسمون دربهم الخاص نحو المستقبل. افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي فعاليات الدورة العاشرة لأسبوع دبي للتصميم التي تجمع المصممين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، وتجسد التزام دبي بتعزيز المشهد الثقافي والإبداعي وجذب وتمكين أصحاب المواهب. وخلال الجولة زارت سموها معارض المبدعين المحليين والدوليين واطلعت على مجموعة متنوعة من التركيبات الفنية والفعاليات في أنحاء حي دبي للتصميم. كشف براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي عن عمل إبداعي يحمل على واجهة البوابة الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي صورة القائدين المؤسسين الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهما، في حين تظهر في خلفية العمل الإبداعي ملامح لمنجزات حضارية حديثة في تكوين بديع يلخص رحلة النماء التي مضت بها الإمارات بكل ثقة وإصرار على التفوق من مرحلة التكوين إلى مرحلة الريادة العالمية. في مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات نجح اليوتيوبر جيمي دونالدسون في تجربة والمعروف عالميا باسم مستر بيست في تحقيق إنجاز مذهل بتسلق أطول مبنى في العالم برج خليفة، وقد أخذ هذا الصعود الجريء المشاهدين في رحلة إلى قمة هذه الأعجوبة المعمارية، حيث لم يظهر فقط أفضل ما في دبي ولكن أيضا سعيه الدؤوب إلى تجارب غير عادية. ووقف مستر بيست على قمة برج خليفة وقد بدا عليه الاندهاش من المنظر وأعلن لقد نجحت في هذا الإنجاز. يكون مستر بيست ثامن شخص يقوم بتسلق قمة برج خليفة في العالم. طبعا سأنتقل قليلا للزملاء للتعقيب على هذا الخبر. مستر بيست طلع على قمة برج خليفة بعد ما طلع الكثير من الشخصيات البارزة قبله وصوره، وقال ان هذه التجربة لم تكن سهلة عليه نهائيا ولكنها تطلبت الكثير من يمكن الجرأة، وقال انه ما توقع العمل الشاق في صعود البرج. اكيد انت على ارتفاع كيلو متر من الارض، يعني لابد ان يكون واحد وهي نفسيا وجسديا اصلا تكون الرياح قويه اعتقد طبعا مع الارتفاع. طبعا احب انوه ان الفنان توم كروز في ميشن امبوسيبل تسلق قمه برج خليفه في عام 2010 بجوست بروتوكول. صحيح، كده عم نحكي عن الافلام العالميه مع ضيفنا سيده سعيدنا. نعم، وهذا يمكن من الافلام اللي تجسدت فيها دبي بطريقه جدا جميله، من الصحراء الجميله الى المباني الشاهقه. تعرفي بتبقى أحلى صورة شخصية لألي على برج خليفة لما
سمو يعني صاحب السمو الشيخ حمدان طلع تسلق ومن الطاقة الصغيرة على أعلى قمة البرج رفع علامة I love Dubai. لأنه التفاعل اللي صار معه ليس فقط على صعيد الإمارات ولكن على صعيد العالم، العالم كلها كانت عم بتعلق وتقول أنه ولي عهد عم بيتسلق هالمبنى وحتى يبرهن عن حبه لدبي لأرضه. كانت بالفعل صورة جميلة جدا. نعم، وبعد ما ننسى كذلك مضيفة طيران الإمارات طبعا مزبوط. التي كانت على قمة البرج وأصبحت ترند عالمي، وكذلك الممثل ويل سميث والكثير غيرهم. نعم. ننتقل إلى خبرنا التالي، حيث أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن فوز المصورة الإماراتية سلمى علي السويدي بجائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي ضمن الجوائز الخاصة للدورة 13 اللي حملت عنوان الاستدامة. وقد حصلت سلمى على الجائزة وقيمتها 50,000 دولار تقديراً لجهودها في توثيق البيئة البرية وتنوع الطيور في الإمارات. وأبدعت سلمى في عرض هذه الصور في كتاب موسوعي مميز بعنوان الطيور الشائعة وأعشاشها في الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد إنجاز وطني ومرجع بحثي ثري يقدم فوائد متنوعة للباحثين وعشاق الطبيعة. وبعد اكتساح شوكولاتة الكنافة والبستاشيو العالم لتعرف باسم شوكولاتة دبي، يظهر لنا ترند جديد في الشوكولات وهو شوكولات شيبس عمان. فبعد النجاح الهائل اللي حققته الأولى، يخوض عشاق الحلوى تجربة استثنائية مبتكرة يقال أنها تضفي تباين رائع في النكهة والقوام. هذه الشوكولات طبعا موجودة معانا في الاستديو، بنفاجئ فيها غرازيلا ومهران حتى جابوها معنا. هي سالتك اول ما دخلتي قلت لك شو جايبه معك، قلتي لي حزالي، فقلت لك براوني. انا قادمه اليكم الان لنقوم بتجربه هذه الشوكولات على الهواء. شوكولاته بعد شيبس عمان، شوكولات شيبس عمان. اوكي، يعني داخله رقاقات للشيبس والبهارات، كنافه وشيبس، شيبس عمان مع الكنافة، مع الكنافة مع شيبس عمان. انت جربتيها؟ شيبس عمان هي، انا ما جربتها اليوم، بجربها معاكم. ما بعرف اذا بحبه، يعني هيدا منه اعلان، ولكن اذا بتحبوا تعلنوا عنا بالبرنامج. اذا انا عندي ادمان بالحياة على امر معين على شيبس عمان، ساندويتش الجبن الشهير شيء. بس جربت انت سبق وجربت؟ لا، انا توني طلبتها على التلفزيون. كلنا بنختبر للمرة الاولى. شكرا يا سالي. Ladies first. أكيد. ممكن بإيده؟ أكيد طبعا. خليني أخذ قطعة صغيرة. لا. مع بعضنا ولا منطق؟ يلا مع بعضنا. جربي. لا. لحظة شوي، حاسس في مهرجان بتمي. مهرجان من النكهات، انفجار نكهات. حبيته ما حبيته؟ لحظة دو مرة ثانية. هلا لا شك، لا شك انه الطاغي هو طعمة الشوكولاتة والكنافة بستوك، ولكن في القرمشة باخر كل قضمة، بتخيل هيدي القرمشة اللي اضافت شيبس عمان والاريارجو او الافتر تيست. الافتر تيست، اسعفنا ابو يحيى، اريارجو بالعربي. الطعم النهائي بتم في هيك كانه حراره البهارات يلي بتكون موجوده بتشيبس عمان. نعم. لكن هل حبيت التباين في القوام والنكهات، يعني القليل من الملوحه مع القليل من الحلا؟ احس انا بعتقد هو الغرض من ما كثير حسيت بالتباين. هو اعتقد غرض صار للترند، كيف واحد يعمل ترند جديد، صار في منافسه على الترند اكثر من الطعم بعتقد. يعني يمكن الشيبس لحاله طيب، والشيبس ما يعني الشوكولا والكنافه طاغيين حكم انه حلاوتهم بارزه اكثر. كون انت عملتيها هاي سنه؟ لا توني طلبتها على طول. لازم تدوقي انت وتعطينا. انا اكلت توها. كيف حسيتي؟ انا حبيت، يعني ما استهجنت الفكره لاني احب حسيتي بالملوحه؟ انا طلع عندي أوكي. قطعه وفيره من شيبس اوكي في القضمه، فحبيت هذا التباين في النكهات. وحبيت انه في شيء جديد، يعني طبعا ممكن نجربه فكره جديده، وهذا يدل انه حتى لو كان ترند مش ضروري انه يكون
سيء لا؟ لا طبعا لا، وطعمه جميله جدا، وطعم الشوكولا مثل ما ذكرتها والكنافه بالفستق شهيه جدا. شكرا، حليت فقرتنا اليوم بوجودك يا سالي وبالشوكولا. هذا طبعا ابرز ما تحمله فقره السوشيال ميديا لليوم، وختمناها بالحلا مع الحلوين. طبعا بنترك قطعه لزميلنا زميلنا لازم توزع الكل.